بالعافية عليك يا سعيد. معظمنا ما يستغني عن الشوربة في رمضان، فهي تعوض الجسم عن بعض السوائل اللي خسرناها خلال النهار، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي لأنها تلين المعدة. وبما أن الشوربة بتعطي شعور بالشبع، لا تزيد الكمية عن كوب للبالغين وثلثين الكوب للأطفال. والنصيحة يا سعيد، سووا في البيت شوربة صحية ومغذية. مثلا شوربة العدس غنية بالبروتين والحديد، أما شوربة الخضار فيها ألياف ومعادن وفيتامينات، وشوربة الدجاج والأرز غنية بالبروتين والحديد والنشويات. وعليكم بالشوفان لأنها غنية بفيتامين بي 6، مغنيسيوم وبوتاسيوم وأكيد الألياف. واو. شوربة العدس فيها 5 جرامات ألياف في كل كوب، أما شوربة الخضار ففيها 4 جرامات. حاول بعد أن يكون في توازن، يعني شوربة العدس فيها 185 سعرة حرارية، فتقدر تتناول عقبها طبق غني بالسعرات، بينما الحريرة المغربية فيها 420 سعرة، فيكون الطبق اللي عقبها أخف. وشي يا سعيد، تحافظ على وزنك وصحتك. أها. مبارك عليكم الشهر، وعساكم دوم صحة وسعادة.